إن كنت من عشاق الأفلام الأجنبية والإثارة والمرح والتسلية، فهذا الفيديو موجه لك، وهو تردد قناة روسية رهيبة تعرض أفلام أجنبية بدون فواصل إعلانية. أنا غادة وهذه قناة تيفي فريكونسيز، تابعوا معي الفيديو إلى النهاية لمعرفة المزيد. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي، يسعدني أن ألقاكم من جديد، شرفتوني ونورتوني بحضوركم وتواجدكم معي في القناة، وشكرا لكل من يشجعني سواء بتعليق أو إعجاب أو نشر فيديوهاتي في مواقع السوشيال ميديا، لأن ذلك يحفزني للعمل وتقديم المزيد والجديد والاستمرار في العمل. وأنت من تشاهدني؟ إن كنت ضيفا جديدا ومتابعا جديدا، مرحبا بك، يسعدني أن تنضم إلينا ويسعدني أن تستفيد من القناة، واشترك الآن في القناة فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل ما أقدمه من فيديوهات من ترددات جديدة وقنوات جديدة. وإن أعجبك الفيديو وتريد أن أستمر في نشر المزيد، ما عليك إلا الضغط على زر لايك أو ترك تعليق أسفل هذا الفيديو. إذا فيديو اليوم حصري وموجه لعشاق الأفلام الأجنبية، ومن منا لا يتابع هذا النوع من القنوات، حيث سأقدم لكم تردد قناة روسية. هذه القناة تعرض أفلام روسية رومانسية وكوميدية، حيث أن شعار القناة هو المرح والإثارة والتسلية، والأفلام التي تعرضها هي أفلام للكبار، أي أنها لا تحذف المشاهد الرومانسية التي تعرضها، فهي قناة غير عائلية ولا يصح مشاهدتها بوجود الأطفال. إضافة إلى ذلك، تعرض البرامج الترفيهية عن الجمال والفن والأزياء، كما أن القناة تعمل على كل أنواع الريسيفرات. إذن تردد القناة هو 11.034، معدل تروي 27500، والاستقطاب عمودي في. واسم القناة هو TNT International Europe، على القمر الصناعي هوت بيرد. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها لكم أحبائي المشاهدين، ولا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث أهم الترددات باستمرار. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.